الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير من هنا من أرضية ميدان الرميل لسباقات الهجنة العربية الأصيلة التابع لولاية وادي بني خالد ضمن هذا الموروث العريق، الموروث العربي الأصيل، موروث الآباء والأجداد، ودعم كبير وسخي ضمن هذه الأجواء أيضا المميزة، وضمن هذه أيضا الرياضة العربية الأصيلة الذي يفتخر بها الجميع هنا على أرضية هذا الميدان. الشكر موصول لداعم هذه الشارة ودعم هذا الكرنفال وهذا المهرجان، وأيضا اشبه المقدمة من الشيخ ناصر بن سالم بن حمود السيفي، دعم كبير وسخي لهذا الموروث العقيق، وتحت أيضا رعاية الشيخ أحمد بن سليمان الشعيبي الذي شرفنا في هذا اليوم. مرحبا ومسهلا بك في هذا العالم الساحر، عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. كما تناظر هذا الموروث العريق الذي أشد به الرحال الجميع بدعم وسخي واهتمام كبير هنا في هذا الميدان، مبالغ نقدية زايد مادة الزعفران التراثية. من يحظى بشرف هذا اليوم؟ من يحظى بهذا أيضا المركز الأول؟ بسم الله وعلى بركة الله، انطلق أول أشواطنا في هذا الصباح الجميل، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين بهذا الشوط مباشرة مع المركز الأول، مقدما لهذا الشوط نحو المركز الأول بقيادة وصدارة هذه الانطلاقة مع الوارية ناصر بن سالم بن عامر الهشامي مع المركز الأول، وأيضا رصدت أفضل توقيت لأيضا ساعة هناك من يحظى بكسر التيم. حركوا يا أهل الذلايل، المركز الثاني ثاني المراكز، والقادمة أيضا هناك بي علي بن خميس الهاشمي من يقدم لنا بي في هذا الشوط الجميل. المركز الثالث الشاهنية محمد بن سعيد المسعودي على المركز الثالث، يا منه شوط، يا هو تحدي، الله الله الله، يا هو تنافس من أجل الناموس. انظر 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 اللي بتنظر واللي بتتابع في هذا الكرنفال الكبير في هذا العرس التراثي. ما زالت القيادة مع الوارية محمد بن سعيد، يا بن حبيب يا بن حبيب، روح مع المركز الأول، روح مع الصدارة الشوط. لكن بن خميس بن خميس يبغي يستلم من يدرع حفلنا هذا، ياهو شرف كبير لانتزاع هذا المهرجان ورمز هذا الشوط والمادة الزعفران والمبالغ النقدية. ما قصرت يا الشيخ على هذا الدعم الكبير، لكن الصدارة بن حبيب حبه للناموس حبه للانتصار، راح مع المركز الأول مع الصدارة هذا الشوط. انطلق انطلق انطلق، راح مع الصدارة المركز الأول. يا سلام يا سلام، الوارية الوارية، اسم على مسمى، اسم على مسمى، اسم على مسمى، اللي سطر بالحروف من ذهب هذا الاسم العملاق الكبير، بيه القادمة بيه. لكن الوارية الوارية مع الصدارة، لكن بيه 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 مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، بيه مع المركز الأول، غيرت بيه بيه مع الصدارة. تهانينا والناموس العلي بن خميس الهاشمي الهاشمي، حسم في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني الوارية أيضا هناك مع المركز الثاني محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي. المركز الثالث الشبابي خميس بن سعيد بن حبيب الهشامي. دقيقتين وعشر هو التوقيت الزمني لهذا الشوط، والتوقيت بيه علي بن خميس الهاشمي محققا الناموس والانتصار.